السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق المنتخب الجزائري، كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع للمباراة الودية الاستعدادية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب توجو في المباراة الاستعدادية التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز في هذه المباراة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، وحتى لا توقف بث هذه المباراة الاستعدادية. استعدوا لأن ستنطلق المباراة بعد قليل، لكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عن انطلاق المباراة. تابعوا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.